هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. تحياتي لكم جميعا. لايك، تعليق، ترتيبات، تلويزات، ما عاد يمكم شباب. عيني بالتعليق المثبت، القناه مال محمد صعدونا اياها فزعه. عيني صعدونا اياها، ما اقول لكم نبلش بيها هسه، بس نبلش ان شاء الله على الموسم. طبعا الطيور دا نطيرها الصبح، هل دراويكم الارافل الالاج همين، الارافل الالاج جهزن. هسه هي خطية حارة عليها، شوفوا شباب، هنعلق الهاية. وين نعلقها زين؟ صار لي وين ما صار شباب، فاعذروني والله ما ادري وين يحلقوها هاي. ترام هنا انا، ما ترام هنا انا، مو مشكله. شوفوا شباب، شوفوا الارافل البلاج. طبعا بعد ما شاء الله بعد عندنا برج المطارات. شوفوا شباب، هذا الارافل البلاج. تحياتي لكم واشواقي. هي هي انا نزل لي تور بس تشبق بيها. هذا اللي ما طيرات بعد. طبعا شباب الطيور كلها حاليا جواها بين اصطناعي، كلها من صغيرها لكبيرها كلها خلينا لها بين اصطناعي. هذا الطير مو مالتنا؟ لا لا مالتنا. عندنا بعد ما طيرنا، عندنا ما طيرات 10 15 نانا هم ما طيرات ذني كم واحد ذني هم بيهم فد 10 ولكن جاء علي الشعلة البيضة. ان شاء الله الموسم الجاي يعني الحمر نتونس عليها، يعني ان شاء الله الحمر الموسم الجاي ونسى خرافيه اذا الله خلانا وخلاكم طيبين ان شاء الله صحه وسلامه. لاشعل بالاج فوقاهن، بس والله قبل فترة سوى حركة من قلت لكم هذا مو خوش طير. شباب راجي حطه هنا، هذا بصفنا يطير واحد، راجي حطه يمه ولا كان هوا وكان جوا الطير زاق. فما ادري هذا يعني بالمستقبل ينجح يقيش يسلمها، والله ما ادري صراحة ما اعرف. فحل الطوباني عندنا طيرته رايحة، قلت لكم عليهم كانوا عازلين هنا ويا طيرة زوج بعد هنا. شوفوا هذا مبقي له هاي طيرتين، اختار اللي تريدها، لان هذا قام يهوش يملص يطلع بوجهه يدور على راعيه ويجينا زين. هنا هذا خلص بازيد نص الدرب يسلمه، شلون فحل يسوى له برج الطيور. ها شنو هاي لازمين همين، هاي تاره جوا مدري شنو هي لازمين مدري شنو هي. شوفوا شلون طير، هذا اللي يصيده من يخابرنا، هذا اود يصيده. انا ما اخذ رقم تليفون بس يعني والله ولا حتى ذا بالتليفون ما يخابره. شباب شوفوا ايش كشيت عندنا، كم طير كشيت الرومانيات، بس شوفوا الجناح هاي، شوفوا الجناح هاي، هاي اللي لزمناه قبل كم يوم شباب، شايله جناح العالم. هسه طار عندنا، طار عندنا، خليه يحط هذا تقول هذا حاط طار عندنا هسه. هذا تيدي، هذا تيدي البارحه يمكن طار وحط خوش طير، واحد اثنين ثلاثه ذن اثنين جلدات، هذا جديد وذاك الجولدن جديد تمام. طبعا هسه قصيت وجبه فرخات ودنسولف انا وطارق وقال كنسله خلي نرتب يا الله، عاد كنسلناها خلي نشوف شلون الدرسير هام.
بعد الا اصف الطيور يا الله. بس ايش طاير عندنا؟ ايش طاير عندنا؟ الجولدن الصغير وينه؟ همشي هذا الجولدن الصغير انا عندي. هذا تيدي حاط. هذا هيات الصغير، هذا خوش طير. بدني يطير، انا راح اشيل الحلال هسه كلها حتى نشوف الدرس شو راح يرهم. حيره والله شباب، دوخه مو بس حيره. هذا حار. هذا طائرات، هذا الفحل الجلد. شوفوا البارحه اشترينا هاي الطيره التيديه. تمام، طيره مباشره هاي نسيت ولا ذبينا على هذا الزبيري اللي زوجن هو عاجبته طابع. اها هي هم طيره هاي جا. خلي زوجن هسه ايش عندنا طائرات. انا صراحه صعد الدالوب على الرمان يا تردكيشن، بس المشكله لان التياج بنصهن. هذا ياته، هذا هذا بظهر، هذا بيطق على سوده بظهره. كلش خوش طير. مفروض هسه ان احنا نعزل بعد الجولدنات والتياج ببرج، ونعزل الرمانيات ببرج. رمانيات يحتاجن 20 حلة يحتاجن الرمانيات. اذا وين الباقيهن 20 حلة يحتاجن. اذا 20 حلة شباب، حتى الفرخات نزلت مالاتن. هذا هنا زيد 2 4 6 8 10 12 14 16 هاي 30 حلة. يعني هذا البرج بوحده يكفيهن. هنا ما شاء الله، هاني مو بعت من يمهن، فانباع طير منا انباع فحل منا. انا قبل عادي البقيه سيتن وزوجن، قبل سيتن وزوجن كلها زوجن. حاط هذا الفرس، شوفوا هذا اقول لكم عليه. هو بديت انظف، لان قلت حتى لو كل يوم برج برجين نكملهم كلهم. شوف هذا حتى طلعت الرقم. شوفوا هاي والله تفيد شباب، مفيدة كلش هاي. هسا هذا راح انظفه كله، وراها اعبر على هذا، واحتمال اذا عندي بعد قواني اكمل البقية. ما عندي قواني نعوفن لحد ما نجيب قواني. تمام، هسا شوية تجهيزات ترتيبات. لو كل يوم برج هم من يومين ثلاثه السطح يرجع يلمع. لان شباب من انظف البرة، اجي انظف البرة واعوفه ماكو ساعه ساعتين اطلع البرج يتوسخ كل البرة مرت اللخ. لان الجو هذا لو طيور مثلا طير الشمر برا، لو طب انت تكرمون بالله عالي كلب يطلع برا، فيعني يحتاج لترتيبات. طبعا من قلنا ما نبيعهن هسه كل شيء واحد مخابرنا عليهن. عاد هسه صارا من نصيب ولد متابعنا من الحريه، اخذوهن الرمانيات. هسه بعد ما عازل اللي هي شويه التهيت نظفت ذاك البرج وقواني ما عندي، شويه نظفت هاي منه. انا خلينا نفتح الارافل شوية يفترن. وعندنا ذاك التيدي، شوفوا ذاك صاعد فوق، فما اقدر بعد افتح الرمانيات، ففتحت الارافل. منتظر بس خالد يجيني حتى انطيه الارافل، وديه انطيه الرمانيات يوديهن للولد. خلنا نقل هذا الغبي، لازم عينك عليه الطير ما تعرف يعني. ها انت مو تطير كل مره تقمز. شوف ذا بروحه هيا. هذا شوف هذا اللي دلنا قلبي، ردنا عون طلع فرعون، راح جاي فوق بسطح العاد. انت قمستك حلوة، لا حد يطير يعني اخواننا الاعزاء، مو مشكلة يلا.
حياته هذا. المفروض هسه انت استوعبت الدرس يعني، شفت محطاتك وشفت مكانك وشفت خواتك، فما لها داعي تمدر قبتك وتطلع قبل. شلون هسه انت تسوي؟ بس انا اقول لك هذا شباب يمدر وحيطلع قبل، ينصى 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 يفتر ويرجع يحط. هذا المفروض يسويها هو. هو لحد هسه بس طلع قبل. افتر 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 ما افتر. حيسلم اتراب. طار واحد لا. طار ذن اثنين هسه سوى طابقات هنا تشوفون ذن اثنين. هذا هو هياك هسه غير يجي يتقرب متصل قريب. اريد احط على هذا الشينكو الابيض. ما اعرف هسه هذا الشينكو الابيض يعني انت راح تحط عليه شنو معناه؟ حط هناك. زين هذا هنا ليش ما تحط؟ مو هذا محطاطك شكبرش عرضه. يلا خلي يرتاح ويجي، خلينا نشوف ذن اثنين هم طائرات هسه. هذا الظهر هواي طار هذا المصبوغ احمر هذا الجديلة كامل. هواي طار والله افتار افتار واجا حط اكثر من مرة. بس انا لين قلت لكم حابس الرمانيات هاي ذا بنروح. شوف روحك ما بيك حط شغل تصعد. شلون هذا ابن الشتريات؟ هو وبس هو وبس اخير شيء راح سلم اتراب. بعد لا اجا ولا شفناه. وين راح نذن الثنين؟ الله ولا ادري شو طلع منه انا. على اليمنى هذا واحد من اليمنى. هسه والله ما اضل اركض وراه انا. هذا جو واحد هسه راح يحط هذا شوفوا. هذا الثاني رد طبق وياه. هذا يندل هذا لوتي. شوفوا. هذا اللي اخذه. يعني والله سهلة يعني والله مو صعبة شباب والله مو صعبة يعني ليش صعبة على واحد يشيل عن قلبنا انه هسه شنو هذا محطاطة شعلاته حطه ونجب. انا اقول لكم يريد ان واحد يقمص من هاي الطيور ويحط قبالين حتى ديشيتين يحطه يريد ان هيجي فعالية. يدوق ومعين شنو بعد خلنا نقدر نشوف حجتين شنو. بلاعيم توجعني ما ناقصه يا والله ما ناقصه. هذا هسه شويه بينه. هو تيار تلوح تنغزه شويه يطير. طار الثالث انه بالشباب. لو باقين على ذن اثنين هواي احسن. حاطة يم الحمر. هذا واحد حاطينه انا وياه. ذن الثنين. طبعا عندنا وايد فرقات جوا بعد ما مطلعين. هو هذا البرج اللي هسه نظفته وكملته راح يصير الهن. هذا واحد حط. هذا الثاني والثالث ذاك بعد على البيتونة. هذا الغبي ياته حاطه هنا. يلا مو مشكله طلعت لي شمتك. يلا شويه استوعب المعها صاير. طبعا هذول الشباب كلهم بين دنابيس يعني كلهم بعدين بدنابيس يعني. مشكله تفتح الدنبوس ما يصعد يروح تعوفه بالدنبوس يروح اخره يروح شكله يروح فكه كامل يروح ما تعرف شو يصير. المهم يروح. شوف هذا يا مرحله واصل تعبان هم تعبان. انت تذكرون اخر مقطع
خلينا جوا الزواج الفرخات، تعالوا هم خلينا نشوف شنو وضعهن، شنو وضع الزواج. طبعا شلنا المسرح لين بدينا نفتحهن. هاي الزغار شوفوا كلها بخاريات، هاي الوجبة اثنين اربع بخاريات بهن، اربع بخاريات. هذا واحد لا شكين. حولنا ثلاث مهاجم تمام. نذني من بالغلط طالعها طبعا. هنا خلينا اثنين ثلاثة هنا، بس انا شريت واحد من حولته زين. هذا زاقته، هذا الاخ يعني شوية مسبوق مو كلش هسه عشان جوز هسه يزقنا. وحولت واحد هنا انا، ها كان جواها واحد درت له بعد واحد، هاي شوفوا جواها واحد خليت له بعد واحد جوز هم يزقنا. هنا هذا بيض اللاحق، شوف هاي جواها فرختين، هاي جواها شنو بيتي اللاحقه، هاي جواها شنو بيتي اللاحقه. فهن هيك وهيك الوضع هيك. هنا انا شنو الدرس، هذا بيض منقر، بيض منقر باعوا نصف ورص الحيوان. هذا طالع ما كله فول وخطيه شباب، بعد ما يسوزق يسوزق حتى دا هاي الخانات مال التياج دا افكر الغيها، لان راح ياكلون الفالول. ولا تقول لي بيهن سيم بق كبيركم، الله سيم البق يعبر بق اكثر من ما بيهن سيم، بالعكس يشتغل، لان بيه فتحات مال اطواره تصير رطوبه ما ادري شنو يعبر، يعبر هوايه بالهذا. فاحتمال شو اسوي هسه تقريبا صفر السطح. شوفوا طاره من ثلاث تيادي اخباركم، دا اصور جو انا ما لي علاقه. هذا واحد، هاي اثنين، هذا الثالث. اخباركم عمي رجع الفقير يعني. العلاقه هذا حط واحد يمكن، هذا الثاني قال لي محطات كلش حلو، سوي لي محطات واضح ليش ما يحطن بسهوله ما تعرف. حتى لو بنص السطح حط عمي، هذا حط واحد فوق بقى، هذا طاير واحد. والله البارحة طار واحد مني شباب، صعد صعدة كلش حلوة ونزل، تفاجأت. يمكن هو هذا نفسه، مو هو والله ما ادري. بعد ان عندنا تقريبا 30 فرخة هيك شيء، وهسه طلعت عندنا حبريات بد 20 فرخة بيهن زبيريات ثلاثة، وبين هذا الهندي الأسود، وبيهن بنات ال بنات الزبيري على الجولدن. هذا شيء ها، هذا أخو طاير. هذا جيراننا ذا فرخات حمر شالها أول شيء لحياتها، شوفوها أول شيء لها. صدت منا وحده قبل شويه، اصدقاء احنا شاءت الاقدار نكون حروب تمام، فما بيها شيء. صدت وحده قبل شويه من يمه، انا ما احارب احد بس هي روحه ما تيجي. شوف التيدي مالتنا وين راح، طلع ابوجه هيك هسه سوى كان فوق البيت، ولا انا قله ولا هاي. هاي احد الارافل شوفوا شويه وجه رايح هذا فالول.
هذا الجحاف شو ما نروح وين شو مرها وجه نقلت لحظ. سبحان الله شباب يطب من يم البيت ما عبالك ما يجي شنو السالفه الا تنقل له يلا يلقف يعني ما يكشف عنده يعني طبط وطلع ابوه راح قال شنو السالفه من فوق المسرح رجع مرتي لقيت والله خله حرك لي شويه حركت له واحد قال قبل سجل حوي شيء ادري انا احول انت والله ما ادري. هاي شباب الاخفاص هسه راح اعبيهن للرمانيات راح ندز للوذا بالحريه وان شاء الله يتوفق بيهن. واحنا يا شباب وصلنا لنهايه المقطع لا تنسون لايكات تعليقات الامور هاي وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم شباب وطبونا على قناه المحميه عيوني صعدونا اياها. تحياتي لكم شباب.